مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. على وقع الاحتجاجات في الشارع والضغط الشعبي، تأجلت جلسة مجلس النواب للمرة الثانية إلى موعد يحدد لاحقا. وسط قطع للطرقات في عدد من المناطق اللبنانية ومقاطعة كبيرة للجلسة من قبل عدد من القوى السياسية والتيارات، في ظل انتظار وترقب لنتائج الاتصالات على الصعيد الحكومي بين حكومة تكنوقراط الذي يريدها الرئيس سعد الحريري أو حكومة تكنو سياسية تطرح من معظم الأفرقاء. فهل من فرج قريب؟ وهل من مخرج يريح الناس وينقذ البلد؟ وتزامنا مع كل هذه التطورات، فتحت المصارف أبوابها اليوم أمام الناس مدعومة بخطط أمنية لحماية المصارف والموظفين بعد هدوء الأمس، يوم صاخب وحفل. لمواكبة كل هذه التطورات في الميدان وعلى المستوى السياسي، يسرني أن أستضيف في الاستوديو الأستاذ روجيه فرام، مدير البرامج والنشاطات في نادي لبنان الأخضر. أهلا وسهلا فيك بتلفزيون لبنان. أهلا فيك. يعني اليوم كان يوم صاخب من الصباح، من ساعة الصباح الأولى، حتى شفنا من إذا بدك من بعد الساعة 1 بالليل كان في ناس عم تتظاهر أمام المجلس النيابي منع لانعقاد هذه الجلسة، وشفنا تحركات بالشارع في معظم المناطق اللبنانية رفضا لعقد هذه الجلسة، وأجلت لموعد لاحق للمرة الثانية. كيف اليوم قرأت هذا المشهد؟ بكل بساطة، في حراك إصلاحي صادق عم بيناضل بكل ما أعطي من إمكانيات لحتى يقدر أنه يحط ضغط لكل هالمنظومة السياسية تتحمل مسؤولياتها على أكمل وجه. نعم. نحن منبارك بهالحراك الإصلاحي وبشدد عليه طول ما أنه عم بيروح بهذا الاتجاه، لأنه هيدول الأشخاص عم نفتش عليهم لحتى يقدروا يكسروا كل العوائق وكل إذا بدك العثرات يلي كانت أمام الصلاحيات الغير معطاة للمحاسبة. نعم. لأنه بكل صراحة نحن دائما عم نوقف بمحطة واضحة صارت للكل، عم يمشي كل شيء بالبلد لا نوصل لمطرح اسمه المحاسبة. نعم. بس عم نوصل لمطرح اسمه المحاسبة، هون عم بيصير في شيء غريب عجيب، بس بيدعي للتساؤل انه ليش. وبالتالي هيدا بنحطه امام كل اللبنانيين، وبتصور انه للكل صارت واضحة انه في محميات معينة سواء طائفية اما محميات قضائية عم بتحول دون انه الشخص المرتكب اما المتهم حتى انه يروح يمثل امام القضاء. نعم. شفنا هذا التحرك اليوم من المجلس النيابي، وعم نشوف بالصور كمان اليوم مباشرة من امام ساحة رياض الصلح بعض الناس متواجدة رغم انه الجلسة اجلت. اليوم هذا المشهد للمرة الثانية يتكرر على وقع هذه الاحتجاجات وعلى وقع انتعاض الناس. برأيك اليوم نحن فتنا بأزمة حقيقية بين الشعب وبين السلطة السياسية اليوم اللي عم بتجرب تلاقي مخرج وإيجاد حل سريع بتشكيل الحكومة، أم الشعب اللبناني الذي انتفض في هذا الحراك أصبح عنده العودة إلى الوراء صعب كتير، فهو كل ما كان عم يمرق نهار عم بتزيد مطالبه أكبر وسقفه عم يعلى. اليوم كيف الحل لنقدر نخرج من هذه الأزمة؟ وحتى الساعة ما في أي بوادر لحكومة قريبة، هل حنشوف هذا الشارع حيكون أمام المؤسسات الدستورية المؤسسات الحكومية لأيام طويلة لا إنجاز تشكيل الحكومة، أم برأيك حيكون في تعاطي بشكل آخر من قبل السلطة؟ خلينا نفند السؤال تبعك لأنه سؤال كتير متشعب وكتير طويل. أول شيء دون شك أنه في وجع. نعم. الناس انوجعت يعني، وهيدي الصرخة مفروض أنه تكمل، لأنه إذا وقفت بمحل معين يعني بدنا نرجع إلى نقطة الصفر. وبالتالي نحن لازم نتطلع سوا بنفس الاتجاه لحتى نقدر أنه نحل الموضوع. دون شك نحن أمام عثرة، نحن متعثرين، ونحن في عنا نقيضين، عنا ناس ضمن حراك عم بيطالبوا بمطالب
بتصور بتجمع كل الشعب اللبناني، وهيدا مثل ما سميته هو حراك إصلاحي مدني مرحب فيه. ونحن أمام إذا بدك سلطة سياسية عم يحملها هالحراك كلها مسؤولية الشيء اللي نحن وصلنا عليه، لأنه بالنتيجة هو بيطلع عليها كسلطة، من شان هيك ما عم بيقدر إنه يعمل إذا بدك يفرق بين الناس يلي هن إصلاحيين بقلب السلطة ويلي هن فاسدين بقلب السلطة. بالنسبة له هو بده حل، نعم، يعني متعنت على الحل بغض النظر مين الأشخاص الفاسدين ومين الأشخاص المش فاسدين. وبالتالي نحن صراحة اليوم ما في ثقة بين الناس وكل هذه بالضبط. اليوم عم نشوف في بالشارع من مختلف الطوائف من مختلف المناطق عم بيقولوا كلهم عم بيقولوا انه هذه الطبقة اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه الامور. يعني اليوم هود الناس اللي عم يطالبوا بالشارع بحقوق المعيشية وابسط الحقوق بطلوا قادرين يسمعوا مواعظ من السياسيين، حابين يجوا الحل، عندهم حل واضح، مطالب واضحة، تشكيل حكومة، انتخابات مبكرة مع قانون عصري جديد، ومن بعد المجلس النيابي القادم شو بيفرز طبقة جديدة، هي اللي بيروحوا على نظام جديد، ربما على دستور جديد، لكن بالمؤكد المطالب تبعيتهم واضحة اليوم انه تشكيل حكومة من اختصاصيين حكومة تكنوقراط لانتخابات مبكرة. ليش اليوم السلطة السياسية برأيك ما عم تعطيهم هذا الحق او ما عم تسرع بتشكيل الحكومة؟ خلينا نفوت بصلب الموضوع. نحن اليوم اول شيء خلينا نقول شو الوضع ونحط المشكلة ونشخصها ونحط الحاجة على السريع، هيدا التفكير المنطقي والسياق المنطقي للأمور. اليوم أول شيء عم نحكي كتير قصة شعب وعم نحكي قصة ثورة وعم نحكي قصة حراك، خلينا على السريع نقدر أنه نصوب وجهة النظر للعالم. أول شيء الشعب يعني يمثل كل اللبنانيين، كل اللبنانيين شعب، 4,500,000 لبناني. لما تكون الثورة جارفة يعني كل الشعب فايت بالثورة، بتصور انه تخضع السلطة السياسية، وبالتالي بيكون من كل الموضوع انقلابي يعني على الاقل نصف اللبنانيين اليوم بيزروا على الشارع. خليني اكمل لك هلا، انا لغة الاعداد بحب انه ارجع فيها لمتخصصين والاحصائيات، ما بدي فوت يعني فيها، ولكن انا الاحصاءات اللي انحكت العربية والعالمية بحترمها بس على الاقل نصف اللبنانيين كانوا بالشارع على مدار هذا الشهر اللي قطع. خليني اكمل بس بعد اذنك. تفضل. وفي موضوع الحراك، الحراك خلينا نقول هذا الحراك من يعني كيف من وين اجا، يعني من وين مصدره، كيف اجا. اول شيء الشعب اللبناني 4,500,000. نعم. الشعب اللبناني في طوائف، هاي اللغه ما بنحب نحكيها ولكن هذا امر واقع، وفي عندك بالمنحة الثانية في عندك فئه عمريه كمان. اليوم اذا بتجي بتشوف ال 4,500,000 في عندك 30% منهم شيعة، 30% تقريبا سنة نص بنص، في عندك 36% مسيحية و5% دروز، وفي عندك يلي فئة العمرية بين 0 و14 وفوق 65 بشكله شي 30%. يعني احنا عم نحكي بعلم الاحصاء يلي بسموه ميديان، يعني بالمعدل الوسطي الثقيل في عندك شي 30%. في احصاء بهذه الارقام بتقول انه لا، حتى الارقام اللي ذكرتها حضرتك هي هلا نحن المراجع غير دقيقة. المراجع يلي اخر شيء انعمل لها ابديت. انا كنت عم تحكي موضوع الاحصاء وعم تقول بالضبط، انا برجع انا رح اقول لك برجع اللي سمعناها مؤخرا هي مختلفه عن الارقام اللي ذكرتها حضرتك. ممكن انه نصوبها بس انه المتعارف عليه انه الثلث تبع الشعب اللبناني هو من الاخوان الشيعة، وفي عندك الثلث الثاني من الاخوان السنة، في 36% مسيحيه و5%، وبنرجع كمان منصوب هيدي الارقام. ما في اشكال ابدا، ولكن اذا بدنا ننطلق من 90% صوابيه و10% شويه انه اختلال بالارقام لحتى نبني على شيء مقتضى بطريقه علميه من دون ما نفوت بتحليلات، بنلاقي انه الشعب اللبناني شيء 3 مليون هن اللي عم نحكي عنهم. هدول 3 مليون فيهم فئات عمريه قلنا بين 0 و14 وفي فوق ال 65. هو 3 مليون بالمنطق مش كلهم نزلوا على الطريق، يعني 3 مليون شخص ما هن كلهم نزلوا على الطريق، طبعا نزل قسم معبر وثقل صفى بشكل مثل كتله، يعني اذا بدك كيف في الكتله تبع لبنان القوي، كيف في الكتله تبع الجمهوريه القويه، كيف في الكتله تبع الحزب الله، كيف في الكتله تبع حركه امل، والى ما هنالك صار دون شك هو فريق مؤثر معتبره لازم ناخذها بعين الاعتبار. ولكن هون خلينا نتفق على الآلية، نحن مش مختلفين بالنسبة لقصة المطالب، المطالب بتصور انه هي صدى
لمطالب كل شاب وكل صبية وكل إنسان لبناني اليوم موجود بالبيت. ولكن نحن مختلفين على الآلية، يعني بدنا نلاقي آلية مشتركة بين بعضنا لنقدر أنه تنصرف هيدي المطالب. اليوم المطلب أنه نعمل حكومة، حكومة استقالت الحكومة وهلأ بدنا وصلنا لنألف حكومة جديدة. طيب هون في آلية معتمدة لتأليف الحكومات، يعني اليوم أنت بدك تروح بده يصير في تكليف، وبالتأليف بده يصير في استشارات نيابية. الاستشارات النيابية هي النواب بيمثلوا كتل بقلب المجلس النيابي، وهن سياسيين، هن ناس سياسيين، وبالتالي بده ينبثق عنهم أشخاص هن آخر النهار عندهم تبعية سياسية لهالكتل هيدول. الحراك على الأرض عم بيطالب بحكومة تكنوقراط أخصائيين. طيب هول الناس الأخصائيين من وين بدنا نجيبهم؟ بدنا نجيبهم من الشعب، صح ولا لا؟ الحراك رافض انه هو يقترح ناس. الحراك بالنسبة له هو شعب ما شغلته، عم يدفع معاشات للنواب ولهالفريق السياسي، وهداك شغلته يفكر. نحن ما شغلتنا، نحن موجوعين بدنا تلاقوا لنا حل. وبالتالي هون في طابة عم تنقذف من مطرح الى مطرح اخر. بس لا، انا بشوفها واضحة الامور. يعني اليوم الشعب يطالب بتشكيل حكومة، حكومة تكنوقراط بالطريقة الدستورية، يتم تسمية الرئيس اللي حيكون هو مكلف بتشكيل هذه الحكومة، وهو يختار فريقه. الرئيس عبد الحريري قال إذا أنا كنت المسمى الرئيس اللي حتحمل هذه المسؤولية، أنا بطالب بحكومة تكنوقراط، فريق متجانس نقدر ننقذ هذا البلد. واللي بالشارع، الناس اللي بالشارع اليوم اللي قدرت تصنع إنجازات، استقالت حكومة، اليوم شفنا تأجيل جلسة للمرة الثانية لمجلس النيابة، يعني عم بيكون عندهم اليوم ثقل في الميدان، وعم بينعكس على الأروقة السياسية. اليوم عم بيطالبوا باختصاصيين بفريق منسجم لا إنقاذ هذا البلد. اليوم ليش ما بدها السلطة السياسية تعطي هذه الفرصة للناس عبر تشكيل هذه الحكومة؟ أنا بدي أسألك سؤال، والرئيس الحريري هو يختار هذه الشخصيات؟ ممكن تكون شخصيات قريبة من بعض الأفريقاء السياسيين، لكن تكون مختصة بعمل ما، تقدر تستلم ملفها وتنجح فيه. طيب أنا بدي أجاوب بسؤال. نعم. أول سؤال، الرئيس الحكومة هو لازم يكون من الطائفة السنية الكريمة، صح؟ نعم. وبالتالي مفروض انه الطائفة السنية هي تختار مين بده يكون رئيس الحكومة. في اجماع على الرئيس عبد الحريري. انا ما قادر جاوبك. رؤساء السابقين، رؤساء الحكومة السابقين، انا ما قادر جاوبك، ايدوا الرئيس عبد الحريري، حتى الوزير الصفدي ايد الرئيس الحريري. معظم هلا في كثير تقاذف اتهامات بين الصفدي وبين الرئيس الحريري، بس كان واضح كلامه. ونحن ما بدنا نفوت رئيس عبد الحريري، نحن ما بدنا نفوت بهالرئيس مقاتل، الرئيس سانيورا، الرئيس سلام. انا معظم القوى السياسية أيدت خيار الرئيس سعد الحريري وأكدت دعمه لتأليف حكومة يرأسها الرئيس سعد الحريري. نعم، ولكن الرئيس سعد الحريري هو آخر النهار إنسان تابع لتيار. نعم. اللي هو تيار المستقبل، ويترأس هذا التيار. صح ولا لا؟ نعم. وبالتالي هو يعني المطالبات الحراك يلي كانوا عم بيقولوا أنه كلهم، يعني كلهم، واسقطوا حكومة سعد الحريري، هم بيعتبروا لأنه هو جزء من المنظومة السياسية. نعم. الموجودة. انا انتبه، انا ما عم حلل. نعم. انا عم اقول لك شو صدقية اللي عم بطالبه. عم بطرح اسئلة الناس اللي ممكن تسأل. بس هل الرئيس سعد الحريري استجاب للناس لما قدم استقالته؟ أثروا في الناس اللي بالشارع وانتفضوا، قال أنا أقدم. ورئيس الجمهورية تبنى مطالب الناس رغم كل الضغوطات. ورئيس الجمهورية تبنى مطالب الناس. قامت الرئيس كان عم بيناشد وحتى بالشارع، وحتى المنتفضين إنه افتحوا حتى. أنا بس بدي ألفت انتباهك لشغلة، وحتى كمان بعض الكتل النيابية منا إذا بدك متمسكة بأشخاص حزبيين، أما حتى كمان هي عندها حق تقترح ناس. نعم. من خارج المنظومة الحزبية، ولكن عندها يمكن هي من خط هذا الحزب. نعم. كمان فإذا ليش ما ليش بده يكون إذا مثل إذا جاز التعبير هو ملقى على عاتق شخص واحد، هو يعني يحتكر انتقاء الوزراء التكنوقراطيين بالحكومة أما الأخصائيين. هي آخر النهار هو إشراك الجميع بهذا البرنامج، لأن آخر النهار كلنا لبنانية وكلنا لهالوطن. يعني أنا اللي بشوفه
كشخص ناشط بالمجتمع المدني وصلني أكثر من 20-25 سنة بأغلبية شغلي متطوع مع جمعيات خيرية، بقى أنا بشوف أنه لا سبيل للحل إلا من خلال مد الجسور ومن خلال الحوار. اليوم كل الثورات يلي صارت بالعالم من هايتي لكوبا لإيران لأمريكا لإسبانيا للثورة الفرنسية لا عد والحقنة، من أهم 10 ثورات بالعالم ارتكى آخر شيء، يعني في 3 أمور فينا نستنتج من وراها. نعم. أول وحدة، أول موضوع فينا نستنتجه أنه المدة الزمنية لا تقل عن 3 سنوات من دون ترددات من حقد وإذا بدك يعني تبعيات سلبية دمار وإلى ما هنالك. شغلة تانية الحرب الأهلية، يعني كل الثورات آخر شيء أدت إلى حرب أهلية وإلى دمار بالبنى التحتية وضحايا وشهداء من كل الأطراف. خليني أكمل لك. وتاني شغلة يلي هي مهمة، رجعوا للحوار، يعني بعد كل هالدمار وكل هالحقد آخر شيء رجعوا قعدوا وتحاوروا، يا طلعوا المستعمر يا اتفقوا بين بعضهم عصيغة كيف بدوا يديروا البلد طبعاً. اليوم في عنا فرصة ذهبية انه في حراك انتفض وفي سياسية تحت المجهر، نعم، وفي عليهم رقابة قاسية وضغط من الشارع، بقى ليش؟ وفي رئيس جمهورية فتح قنوات لإشراك هذا الحوار هذا الحراك بالبرنامج العام تبع المؤسسات الدستورية من خلال المؤسسات الدستورية. نحن ليش ما بدنا نقتنصها فرصة لحتى نقدر نعطي إذا بدك فرصة وتحت الضغط وتحت الرقابة لا نقدر كلنا سوا نساهم بهذا الحل؟ ليش بدنا نضلنا نحن نتقاضى في المسؤوليات؟ علما بعد إذنك أستاذ نبيل، علما أنه اليوم ما حدا عم بيفكر بتداعيات أول شيء طول الأزمة، وما حدا عم بيفكر بتداعيات يلي ممكن تكون خارجية عن إرادة الحراك. يعني اليوم أنت إذا في حال اليوم انزلق الحراك بمطبات معينة، هون أنا ما بحب أبدا فوت بقصة المؤامرات وكل هيدي الأمور لأنه هيدا موضوع خارج اختصاصي أنا، بس أنا داخليا إذا صار في لا سمح الله دم، إذا صار في فورة أعصاب، إذا صار في أي حدث ارتجالي أما غير مقصود، نحن لوين نكون عم ناخد بعضنا؟ بقى ما بتصور أنه نحن اليوم ما شهدنا أنه الأمريكان عم بفاوضوا مع الإيرانية، عندك جدار برلين بين الألمانيتين انكسر، ما شفنا كيف كوريا الشمالية قعدت مع الأمريكان وعم يجربوا يلاقوا حل. نحن كنا على عداء يمكن مع السوري، رجعنا عم نفتح قنوات لنحكي معه، ونحن بين بعضنا كلبنانية إذا عنا فرصة ذهبية تنقتنصت لإعادة الثقة وبناء الدولة بدنا نروح على خيارات مبهمة وما نقدر أنه نحن نرتب البيت الداخلي طبعنا أقله بفرصة. نعم، اسمح لي، اليوم هذا الحراك لو ما كان في الضغط بالشارع ما وصلت الأمور لليوم، يعني ما وصلنا لنشوف قبل الاستقالة ورقة اقتصادية شاملة، ربما كان عم يسأل الناس أنه لا تأخرت هذه الورقة كل هذه السنوات إذا قادرين تعملوها. لو ما هذه الاحتجاجات بالشارع ما كنا وصلنا لهذه الورقة، لو ما كان في الاحتجاجات ما كنا وصلنا للاستقالة، ما كنا عم نشوف كل هذا التغيير، عم نحكى بملفات مكافحة فساد، عم نحكى باستعادة أموال منهوبة، عم نحكى بتغيير جديد للبلد يقدر المواطن اللبناني يعيش بكرامته. يعني اليوم المواطن اللبناني هو معدوم، لا بنى تحتية، لا كهرباء، لا مي، مستشفيات ما في، مدرسة رسمية فارطة، يعني اللبناني اليوم يعيش من قلة الموت. باعتقاد كل هذا الشارع المنتفض أن هذا الحراك هو الفرصة الذهبية لإنقاذ أولادهم مش إلهم، يعني بيعتبروا اليوم هن فاتهم القطار، الجيل الجديد لازم يعيش بكرامة بهذا البلد. واليوم بيعتبروا معظم التصريحات اللي عم تطلع من الشارع اللي عم نشوفها على المحطات التلفزيونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه ما تهولوا علينا وما تخوفونا بحرب أهلية، نحن عملنا سلسلة بشرية من الشمال لجنوب تنقول نحن دم واحد نبض واحد وما حدا في فرقنا، نحن مسلمين مسيحيين عايشين على هالبلد نعيش بكرامة. وهذه الانتفاضة هي أستاذ نبيل بلشت عم بتخوف الناس، بلشت ثورة هايتي ب100 شخص على الأرض، نعم،
لحتى يقدروا يطلعوا المستعمر الفرنسي. احنا ما عندنا مستعمر. لا مثلا عم بعطيك انا ما تاخذ المستعمر كمثل، خذ كفايه القصه. الظروف تختلف. 100 قتيلين وثلاثه صاروا 100,000، وصار في حرب طويله عريضه. عم اقول لك انه يعني بدايه الحرب هي دقيقه كثير، فتيل الحرب هو دقيق كثير، ويمكن ما تصير وان شاء الله ما تصير، ونحن اكيدين انه ما حتصير. نعم. بس انا خليني اسالك كم سؤال عمول معروف. من فتح معركة فجر الجرود؟ مين فتح معركة فجر الجرود؟ ومين أخذ القرار بالحرب الاستباقية على الإرهاب؟ ولماذا؟ ما بدي تجاوبني لأن معروف مين. من فتح معركة الفساد على مصراعيه؟ من فتح معركة الفساد؟ لأنه ذات الشخص هو اللي فتحه، من شان هيك عم بسأل هيدي الأسئلة. نعم. من فتح معركة الإبراء المستحيل؟ ومن فتح معركة كل رجع أغلق؟ أغلق ليش؟ بنرجع للنقطة الأولانية اللي حكيتك فيها، سياسية. فإذا بس عم نوصل على الحساب، بس عم نوصل على الحساب، في حدا عم يمنع. وبالتالي نرجع نسمع، بس اسمح لي نسمع بالإبراء المستحيل. بس اسمح لي بعد ما أغلقت هذه الصفحة، بس اسمح لي بعد رئاسية، والرئيس سعد الحريري قدم تنازلات لإيصال الرئيس عون لسلطة الرئاسة. نعم. عم نرجع نشوف أنه خلصت هذه التسوية أو انتهت. لم تنتهي هذه التسوية، إنما يعني اليوم إنما كلامك عم تضربها لهذه التسوية. لا إنما إنما وحتى شفنا امبارح تصريح. أنا ما عم دافع عن حدا، أنا عم بحكي عن أمور صارت. أنا بدي أسألك سؤال. نعم. ماذا ولو بإطار معركة الإبراء المستحيل، يعني بمتابعة لموضوع الإبراء المستحيل الذي أصبح إخبارا، يعني بالسياسة فيك تحكي مع شخص. نعم. بس لما يكون متهم بملف معين هذا صار شيء تاني. نعم. القضاء بياخد مجرى. ماذا ولو الأشخاص يلي هن متهمين، أنا بقول متهمين بأي موضوع مثل الإبراء المستحيل وغيره، تم إلقاء القبض عليهم وجلبهم بقوة الطلب القضاء إلى المحكمة، وماذا حصل بالنسبة لموضوع القاضي غادة عون عندما تجرأت وفتحت موضوع الإسكان، ملف الإسكان يلي متهم فيه؟ بس تبين أنه كمان بالكيدية السياسية، يعني تبين لاحقا أنا هذا الملف فتح. فإذا ماذا يمنع هذه الكيدية السياسية من أن لا تستمر بزل الحراك؟ ماذا لو فتح الملفات اللي كانت هي اليوم بالقضاء لبعض الشخصيات أو الوزارة؟ كلهم. بس الفرق يعني اليوم عم خليني أقول لك شغلة، بتقول على فريق واحد والفريق الآخر أيضا الذي يدعي هذا الإبراء المستحيل في ملفات عليه. انتبه، أنا عم بحكي بالأدراج. سميلي ملف لأي طرف عمول معروف، سميلي أي ملف. هلا أنا مني جاي افتح ملفات. لا. بس أنا عم بقول لك، عم تحكي عن فريق. فليكن، أنا بدي جاوبك. أدير الحوار بشكل سليم أخي العزيز، إنه هذا الملف مش بس على فريق سياسي واحد، خلينا بل على معظم الأفريقيا. هلا نحن التعثر اللي عم بصير من وراء هيدي الجدلية اللي عم بتصير، إنه حق علي ولا حق عليك، نحن ما عم نفوت بهذا الصراع. مشان هيك اليوم كل شعار بالشارع إنه كلهم تحت سيف القضاء. وأول شخص أنا إذا بيي أما خيي أما أي شخص من عائلتي بيتبين، عم بحكي أنا بصفتي مواطن عادي. نعم. بيمثل ذهن هالناس اللي بالحراك أما بالبيوت، بيتبين أنه هو عنده أي ملف مثبت عليه بالفساد لازم يمثل أمام القضاء. لا أنا بدينه ولا أنا ببرقه، القضاء هو اللي بدينه وبيبرقه. من شان هيك، نعم، من وقع على قوانين الإصلاح وطلب إقراره، سرية المصرفية، استعادة الأموال المنهوبة، رفع الحصانة، من أين لك هذا؟ لما هالشيء رفع صار أنه ما بيكفي، يعني كل ما يصير فيه أي إذا بدك خطوة إيجابية، صارت العالم من الصغير للكبير بيقول ما بيكفي السرية المصرفية، شو اللي بده يسرق أنه ويرفع السرية، بروح بخبي مصرياته. يعني صرنا عم نحكي لغة كتير متدنية بعالم. بس هو اليوم فريقا سيد الكريم أنه رفع السرية المصرفية شو حتقدم متأخر إذا ما كان في رفع على الحصانة؟ على القليل بادرة حسنية، بادرة حسنية. يعني اليوم أنت إذا هيدا منا كونديسيون نسيسير، منا. نعم. شرط أساسي، ولكن هو بيستتبع بخطوات طبعا. هذا شيء ايجابي لمكافحة الفساد اكيد بالطبع. وبالتالي هون السؤال اللي بيطرح نفسه، منه مفيد بانه رفع الحصانة؟ مش هذا اللي عم بيحكوا الناس. اقله يعني كمان لنحترم شوي اراء الناس. اراء الناس اليوم، اراء الناس اصبحت فعلا شعب واعي. حضرتك كنت رئيس هيئة طلابية بالجامعة اللبنانية، واليوم بتعرف تماما وقت الطلاب
ينزلوا على الشارع قد ايه بتكون عندهم رؤية واضحة. يعني عم نشوفهم على الشاشات، عم نشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي، اعمار صغيرة لكن عندهم رؤية وعندهم باك جراوند كبير وعم بينطلقوا من 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 معرفة كبيرة خاصة بهذه طبعا مين عم يتفكر لهم. انا بدي اقول لك، انا بدي افصح لك عن موضوع. انا ابني من بين الاشخاص يلي هن موجودين بالحراك، نعم، وانا عم نسمع كثير من شخصيات سياسيه من ضمن مبدئي بالايمان بالحريه. انا ابدا ما بلزمه ولا باي شكل، ولكن ابني بيقدر يفرق بين الحراك الاصلاحي وبين الحراك اذا بدك المضلل للحراك. في حراك مضلل بالحراك. انا حسب ما عم شوف على الارض. خلينا ليك، خلينا من نسخف. يعني حضرتك صريح وجريء. خلينا اعذرني انا عم كون شوي قاصر. انا بشكرك. خلينا من نسخف. بنقدر نعمل حوار وبوصل رايك. خلينا من نسخف. شو هو الحراك المضلل؟ يعني رح اقول لك شو. كيف رح اقول لك شو كيف الحراك. اليوم في ناس بيستغلوا حدث معين ليرجعوا يتموضعوا، اما ليركبوا على الموجه، اما لحتى يلاقوا حالهم، اما يلاقوا قوه لالهم مضافه بيزيدوها، لانه هن حاسين انه مطرح ما كانوا ضعاف وبدهم تعزيز لهالموضوع هيدا. وهيدول ناس حقهم يعملوا هيك، حريتهم بتسمح لهم، شرط انه ما يكونوا مشاغبين، ما يكونوا فتيل لأي نزاع ممكن يؤدي لشيء تاني، او لا سمح الله يكونوا عم ينضاروا من ادوات خارجيه إلى غاية في نفس يعقوب. نعم. هذا هو. أنا ما بقول في ناس عاطلين وناس منيح وناس مش منيح، أنا بقول في شغب. أنا وقتها كان عمري 18 سنة و 19 سنة كنت فوت بالمشكل بطريقة، هلأ ما بفوت فيه، بعد للعشرة لفوت فيه. طب هيدول الناس حضرتك عم تتفضل إنه أعمارهم بين 15 وبين يمكن 30 سنة، خاصة الفئة الشبابية. نعم. منهم هيدول دمهم فاير، هيدول يمكن بيهم قاعد بلا شغل، يمكن عندهم مشكلة صحية ما خلتهم يفوتوا أمهم على المستشفى، عندهم أي مشكلة اجتماعية الدولة ما عم تطلع فيهم. هيدول ناس نازلين حتى لو عندهم الكامل من الوعي لأحقية مطالبهم وكل شيء، ممكن أنه ينزلقوا لا يعني مشاغبات معينة. هل أكثر شيء هناك مشاغبات هي قطع طرقات؟ يعني هذا كنا شفنا اليوم. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. الماكسيمم وبيعتبروها المتظاهرين بالشارع أنه هذه ورقة رابحة استعملوها، انتصروا فيها، بيعتبروها بحال أصبحت الأمور متصاعدة، هن عندهم ورقة يصعدوا فيها. كان في قرار واضح وكان في تمني واضح من قائد الجيش اللي أثبت بحكمة كتير كبيرة أنه اليوم عم بيقدر يقود هذه المرحلة بشكل ممتاز تجنبا لأي دم. كان عم بيشدد على اللحمة بين الناس وبين الجيش اللبناني، كان في حسن نية من المتظاهرين وفتحوا الطرقات بالأمس وعادت الأمور إلى طبيعتها. لا أحد اليوم شفت موضوع الجلسة عادت الناس منتفضت. يعني عم نشوف اليوم الناس على أول تصريح سياسي، على أول استحقاق سياسي عم ترجع تنتفض الناس. يعني ما شفنا شغب كبير إلا بالأيام الأولى، بعض التكسير بوسط المدينة، لكن بمعظم الإشكالات اللي صارت كانت سببها قطع الطريق. طيب خلينا يعني نقسم عم تتفضل. نعم. فيه لقسمين. نعم. اليوم قطع الطريق لمدة يومين وثلاثة منا مشكلة، يعني نعم. آخر النهار هيدا طريقة لوضع ضغط، أما لكركبة موضوع معين لا توصل لهدف معين، هيدا شيء طبيعي. نعم. بس إنه لازم يفهموا الشباب شو تداعيات تعطيل الحركة الاقتصادية بالبلد. هلأ في ناس كتير أنا وقت طرحت عليهم هيدا الموضوع قال وكأنه الحركة الاقتصادية كانت قبل يعني هي بأوجها وكان كل شيء تمام وما بعرف شو. لا، في مفارقة. البلد هو منهوب مش مأفلس، البلد منهوب مش مأفلس، وأنا ما عم بحكي كشخص اقتصادي، ولكن أنا يقنعني كلام عندك يقنعني عندك رجل أعمال طبعاً يقنعني يلي قاله يعني رئيس جمعية المصارف. نعم. بيقنعني اللي قاله حاكم مصرف لبنان إلى حد معين. بيقنعني كل الخبراء الاقتصاديين يلي كنا عم نحضرهم على التوك شو بكذا موضوع. نعم. اليوم إذا أنا قطعت الطريق أما عطلت الحركة بالبلد، أول شيء في العجلة الاقتصادية كلها بتتأثر إذا سكرت المصارف. لقلك ليش؟ لأنه الناتج القومي، تقسيم الناتج القومي بلبنان هو على ثلاث ارتكازات. أول وحدة هي الزراعة.
وهي الصناعة وهي الخدمات. إذا بتشوف النسب المئوية تبعهم بتلاقي أنه الزراعة بتشكل 3.9%، الصناعة شي 14%، والباقي كله خدمات، يعني فوق 80% خدمات. شو يعني خدمات؟ يعني أنت لما بتعطل حضرتك تيجي على شغلك، وبتعطلني أنا روح على شغلي، وبتعطل يعني موظف البنك يروح على شغله، وبتوطل الأستاذ يروح على مدرسته، وموظف القطاع العام يروح على شغله. يعني أنت شو عم تعمل؟ أنت اللي عم تعمله عم تعمل شيء تأكل ذاتي. هل الحراك هل الحراك صار بده يأكلني لإلي وأنا أكله كشعب عادي؟ لا، يعني نحن عم ندمر حالنا، عم نعمل شيء اسمه سيلف ديستركشن. بس كانك عم تقول لي استاذ رجاء انه كانه كانت الدنيا بسلام ولا مش بسلام، بس كانت الامور خليني اقول لك شغله رائعه وممتازه. خليني اقول لك شغله، انت اليوم في فرق بين ما تحرق بيتك بين ما تحرق بيتك وبين انه تحافظ عليه قد ما فيك لحتى ما يوصل الحريق عليه، في فرق. نحن كل اللي عم نطلبه يا خلينا نشوف الحل اللي بتطرحه حضرتك. انا رح اقول لك للحراك انه هذا الحراك اللي انت بتأيد مطالبه. اول شيء انا بحب طمنك، بحب طمنك انه صار في وعي كافي عند الحراك، وصار في سلخ كلي وشبه كلي. صار الحراك عارف هويته 100% وعارف مين عم بيجرب يطعم حاله من ضمن الحراك، وعم ينبز هيدا الشيء. هيدا شيء عمودي صار واضح 100%. خليني اكمل لك شغله تانية. انت عم تقول لي انا شو بقترح. انا اللي بقترحه امام حراك صلب وإصلاحي وبده حلول، وهو ما بده يحاور، يعني بده حلول. عرفت كيف؟ نحن اليوم بدنا نجرب نمد جسور. اليوم بالنتيجة هذا اللي بالحراك هو شخص بيقربني، هو شخص جاري، هو شخص ابن ضيعتي، هو شخص من النسيج الوطني تبعولي. ما رح تخلى الدنيا من المحبة ومن مد الجسور. اليوم انا وعندك قبل ما انزل على الحلقه عم بتطلع على التلفزيون، طلعت شخص قيادي بالحراك، يعني مسؤوله بنت بالحراك، كبر قلبي فيها لما قالت انه نحن شعب واحد، نحن طالبنا ومطالب حتى المحاسبين بغير احزاب وحده، نحن مش ضدهم، هن مش ضدهم. وبالتالي صار لي ولا صار في مرونه، صار في مرونه. بس انا عندي نصيحه هيدا الاهم، لانه شوف رؤيه. خليني اقول لك هالذخيره اللي عندهم اياها بهالمخزن السلاح اللي عندهم اياه، سلاح المحبه وسلاح الاصلاح اللي عندهم اياه، يعملوا معروف. اذا عندهم 100,000 طلقه بهالمخزن، خليني اوصوا على مكامن الفساد، خلي يروحوا على قصور العدل، خليني يروحوا على بيوت الفاسدين، خليني يروحوا على مجلس النواب مثل ما عملوا اليوم، يعطلوه اذا الجلسه منا ميثاقيه. اما في اقرار لقوانين يعني بتنعكس سلبا على اقرار قوانين اصلاحيه تانية. خلينا اذا بدك يشركوا حالهم ببرنامج الاصلاح، يعني ما يكونوا هن ابعاد، لانه اخر النهار نفس اذا بدك التعطيل بالمحاسبه يلي صار مع كتير ناس اوادم، رح هن يوقعوا بنفس المطب، لان رح يوصلوا لمحل ما رح يقدروا انه يحاسبوا. من شان هيك انا اللي بقترحه، ما في افضل من الحوار، ما في افضل من التلاقي، ما في افضل من وضع الامور يلي بتجمعنا وتبديد الامور يلي بتخلفنا بين بعضنا. بقى من شان هيك انا الاوان هلا قبل من اي وقت مضى انه نعمل حلقات دائريه كلنا سوا، ونقدر انه كقاده راي بالمجتمع المدني وكحراك كمان جزء من هالمجتمع المدني وكاحزاب يلي هن اذا بدك فلكسبل بقلب الحزب، يعني شخص منه محارب بقلب الحزب، اما ميليتان، اما عقله ضيق بقلب الحزب. شخصيه غير مستفزه، شخصيه منفتحه على الاخر، شخصيه كانت تشتغل بمجالات اجتماعيه، بمجالات يعني بعيده عن اللغه اذا بدك الصارمه وال يعني بين الحكومه التكنوقراط وبين التكنو السياسيه. انا اذا بدك تحليلي ومش بس انا، كتير اشخاص يعني انا كمان بنعمل حلقات مننور بعضنا ومنفوت اوقات بجدل لنوصل لحل، اوقات منجيب ناس من الحراك بيكونوا موجودين لحتى نشوف وين مكمن الاهمية عندهم. يعني انا برأيي الافضل، افضل الحلول انه يكون في حكومة مطعمة من تكنوقراط ومن
ناس سياسيين ولكن ليسوا من الخط الأول، يعني منهم سياسيين مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، يمكن بشكلوا استفزاز سواء للحراك وسواء أوقات لزملائهم أوقات. وبالتالي بيكونوا اثنيناتهم عم يعملوا رقابة ذاتية على أعمال بعضهم. نعم. لأنه أنت اليوم لما بتقول لنقول وزير تكنوقراط، طب بهيدي الحكومة اللي موجودة يوجد وزراء تكنوقراط، يعني وزير الاقتصاد هو تكنوقراط، وزير البيئة هو تكنوقراط، وزير المهجرين هو تكنوقراط، في وزراء كتير من المقلب الآخر كمان تكنوقراط. بقى الموضوع أنت إذا بتجيب شخص على شركة، أنا زلمي رجل أعمال وفت على شركة تجارية بتتعاطى التوزيع والصناعة، إذا جبتني أنا شخص ما عندي الاختصاص بالتوزيع ولا عندي الاختصاص بالصناعة ما فيني اشتغل، صح؟ بس إذا جبتني على وزارة فيها آليات معينة وفيها خبرة مطلوبة، تراكم خبرات لتعرف كيف أنت تدير العمل الوزاري، بدك شخص عنده خبرة سياسية، عنده يعني خلفية سياسية معينة، يعرف كيف الأمور تندار بقلب الوزارات. وبالتالي غنى لهيدي الحكومة تكون مطعمة ولكن تراعي بشكل كبير الحراك. نعم، هون مكمن الموضوع. يعني حتى لو اجا ناس سياسيين يكونوا هالسياسيين ما يستفزوا الحراك، ويكونوا التكنوقراط يلي جايين كمان ما بيستفزوا الحراك. يعني الحراك بمقلب التكنوقراط ما لازم يستفز، وبالمقلب السياسي ما لازم يستفز لحتى تقدر الحكومة تاخد مجراها. طيب ماذا لو ذهبنا إلى حكومة لون واحد، شخصية سنية يسميها فريق الثمن من أذار وتشكل حكومة لون واحد، برأيك حتكون مفيدة للبلد أو برأيك نحن فعلا بالنفق المظلم؟ لأقلك شغلي، هيدا البلد أثبت أنه ما حدا في زقف بإيد وحدة. نعم. ما حدا يخبرنا أخبار وما حدا يجي يحللنا، لأنه أنا صار عمري 47 سنة أنا عايشت، الله يخليك، وعايشت كل المراحل، يعني مش ناطر لا بي يخبرني ولا جدي يقول لي هيك صار وما بعرف شو، أنا كل خبرية بعرفها إذا صح ولا غلط. نعم. بقى أنا بقول إذا إجت حكومة من لون واحد ومن طرف واحد منكون بعدنا بنفس الأزمة. ماذا ولو هلأ الحراك طلع كله قعد بالحكومة بأي طريقة، وصل على الحكومة ونزلوا كل اللي بالحكومة قعدوا على الأرض وصاروا سمين حالهم حراك، شو نكون عملنا؟ يعني هل نحن عم نقلب الأدوار بس لحتى نقول أنه نحن عم نعمل حراك؟ لا. نعم. أنا بدي أشكرك على كل هذه المعلومات القيمة وعلى هذا التحليل، وعلى أمل، يعني أعذرني اليوم كنت شوي هيك بضل في موضوع، لكن بس لأنه نحكي بضل في موضوع إذا بتسمح لي بدي مرقه، بس بإجاز لو سمحت. بإجاز أكيد، بس كتير مع الزميل الأولى ببرنامجه على راسي في موضوع مصر أنه مرقه بالحلقة. هو موضوع النازحين السوريين، وبدي أطرح سؤال على الحراك وعلى كل مواطن لبناني، هل موضوع النزوح السوري لا يستنزف البنى التحتية تبع البلد بكل مقوماتها؟ هل الحراك يلي أساس مطلبه هو مطلب معيشة ويشكو من البطالة بيقبل أنه في 380 ألف سوري اليوم عم يشتغلوا بطريقة غير شرعية مخالفة للقوانين، و 1733 سوري هن عم يشتغلوا بموجب قانون العمل اللبناني؟ هيدا سؤال كتير كبير. وليش في رفض دولة صار مبين واضح، لأنه ما عم نحكي عنه نهائيا حتى بالحراك. في دعم كمان، دعم دولي للبنان على رأس قابل. كيف اليوم على صفوفة الATM بالبنوك في طوابير من الأخوان والأحبة، بس هيدي كمان عم بتساعد اقتصادي للبنان، ما العجلة عم تبرم. لا هيدي مغالطة كبيرة. لما يكون في مصاري عم تدخل بدعم دولي، بس انت عم تدخل قديش وعم تظهر قديش. لا أنا مش عم بحكي على اللي عم بيخرج، ولا اللي عم بيخرج مش الناس بعد سنين. بعد سنين اليوم في عندك 300 فريق معين عم بياخد دولارات ويسحب على أستاذ نبيل. مش النازحين أستاذ نبيل، يعني دفاع عن الناس. في عندك 40% زيادة بأزمة السير، عندك أكتر من 324 ألف إنتاج زبالة زيادة عم تيجي على عاتقك، هيدي دمار.
في عندك اكثر من 300 مليون دولار كلفه. هلا بالطبع بالطبع هو عبء كبير يعني, كبير يعني ما عم بدخل بدنا نفوت بتفاصيل الزباله. بعدين في عدد كبير من النازحين اللبنانيين بعدة الدول, ما في ما بنقبل كمان الدول. نحن ما عم نحكي تحكي يعني عن الزباله وعن غيرها, مش عمانكم بكلام طبيعي. نحن بس عم نحكي عن شيء اخطر. بس بالطبع النازحين السوريين اليوم هي هو عبء كبير على اللبنانيين. انت هل تقبل ايجاد حل لعوده سليمه امنه محترمه للناس يرجعوا على بلادهم؟ لانه لبنان ما عم يطرحوا الوزير باسيل بوقته, وكان عم يطرحوا كل الشخصيات السياسيه لعوده كريمه, وكان عم يسعى للواء ابراهيم لهذا الموضوع. ما بنفوت بكلام عنصري لا لا ابدا انا ما بتبناه ابدا ابدا ابدا. نحن هدول الاشخاص هن اخواتنا وهن اهلنا وهن من يعني بيشبهونا كثير يعني بلاد الشام. بس ولكن انا اللي عم بقوله اليوم مطالب الحراك هي بمجمله انه في بطاله وانه في ازمه اقتصاديه كبيره. نحن عم نسلط الضوء طبعا بعوده امنه ومستقره وكل شيء, علما انه 80% من الاراضي السوريه صارت امنه ومستقره, وعلما انه في خطر وهاجس صار عم يعلن بدمج النازحين بالمجتمع اللبناني, وفي كتير معالم توطين لهالنازحين هيدول. على امل لا في 83% وعلى امل العوده القريبه لكل النازحين. 83% من الولادات مش عم تتسجل, يعني حرام كرمالهم انسانيا. نعم يعني نعم. ما عنده جنسيه, هذا من دون جنسيه. نعم انا بدي اشكرك جدا, انا اللي بدي اشكرك على كل هذه المعلومات, وعلى امل لقاء قريب وان شاء الله بتكون الامور افضل. واعذرني يمكن اليوم شوي فت معك باسئله اكثر, لنقدر نعمل حوار وتوصل افكارك مثل ما هي. وللكل للكل بختم معلش بعد اذنك, تفادوا الاشاعات يا جماعه. قائد الجيش منه بالاقامه الجبريه. نعم. وضع المصارف فيها ملاءه, وما تقوصوا حالكم باجركم. اليوم التاجر اللي جاي عم بيروج انه الدولار حيصير ب 3000 وب 2005, هيدا عم يخرب حاله قبل ما يخربك ويخربني. بايد معك. انتبهوا كثير منيح, في ملاءه حسب حاكم مصرف لبنان, ما تتهافتوا وتسحبوا. اقنعني هذا الحديث من كثير خبراء اقتصاديين. وظف المصرف عملوه بتهذيب, على هذا الرأي وظف المصرف عملوه بتهذيب, لأنه آخرة النهار مش هو صحيح وراء هذا الموضوع. صحيح. أنا وبالتالي وبالتالي خلنا مد الجسور بين بعضنا البعض, خلنا تحاور لحتى نقدر نخلص بلدنا. يعطيك العافية. فاصل إعلاني قصير, وبعده الزميل النقولة حنا يستضيف ضيوفه في برنامجه. إلى اللقاء. يعطيك العافية.